نقطة مهمة جدا يا كابتن شوبير. نعم أعتقد يعني الوقت مع حضرتك إن إحنا هنقل لك الصورة أيضا من خلال معسكر نادي الزمالك. عايز يعني لو وقت حضرتك اسمح هقربك اتفضل. أكتر طبعا من طبعا معسكر نادي الزمالك والتفاصيل الخاصة بنادي الزمالك. طبعا طبعا النهارده يا كابتن شوبير انا يعني عندي رساله مهمه جدا للجماهير. بعض الجماهير او في يعني زي ما نقول كده بلغه الكوره في نغمه في بعض الجماهير ان ممكن المباراه تكون سهله على النادي الاهلي نظرا للظروف او الضغوط اللي بيمر بيها نادي الزمالك. عايز اقول لك ان الكلام ده غير صحيح بالمره. وجوه لعيبه النادي الزمالك مركزه في المباراه، نادي الزمالك مش متاثر بالامور، المباراه صعبه جدا، جمهورنا لازم يبقى متاكد ان المباراه مش سهله. نادي الزمالك بالوجوه اللي شفناها في التدريب في المرام، كلام جوزيه جوميز عن المباراه وتحضيره للمباراه، عايز اقول لك ان نادي الزمالك مركز جدا جدا في المباراه. نعم. عنده جلسات يعني نفسيه عملها مستر جوزيه جوميز مع اللاعبين، كباتن النادي الزمالك عملوا جلسات نفسيه مع اللاعبين بيحاولوا ياخدوا دافع من هذه الامور للظهور بشكل مميز في هذه المباراه. عايز برضو من خلال حضرتك انفرد او ننفرد من خلال حارس الاهلي بتشكيل نادي الزمالك بنسبه تتجاوز ال 95%. يلا. يعني خليني اقول لك يا كابتن شوبير ان عمر جابر كان اشتكى من بعض الالام او الاصابه، ولكن اجرى جلسات علاج طبيعي باكد لك جاهزيته. ايضا محمد عواد كان عنده شكوى والام في الظهر لكن باكد لك جاهزيته. تقدر تقول التشكيل اللي هيلعب بيه نادي الزمالك في المباراه غدا باذن الله هيكون محمد عواد في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي. نعم. في اليمين عمر جابر، في الشمال محمود بنتايك. في نص الملعب كانت في مفاضله بالنسبه لمستر جوزيه جوميز ما بين محمد شحاته وزياده كمال، ولكنه استقر على محمد شحاته. هيبقى قدامه عبد الله السعيد وناصر ماهر، على يمينهم احمد مصطفى زيزو، وعلى يسارهم مشلاك كونراد، وراس الحربه سيف الدين الجزيري. تقدر تقول ده التشكيل اللي هو يعني جوزيه جوميز استقر عليه، لكن كانت عنده مفاضله في المركز اللي ما بين زياد كمال ومحمد شحاته، ولكن هو استقر على محمد شحاته. زي ما قلت لحضرتك يا كابتن شوبير، مجلس اداره الزمالك او الكابتن احمد سليمان كان موجود معاهم في التدريب النهارده بيرفع من حماس اللاعبين. مباراه صعبه جدا، مباراه مش سهله جدا، لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. يا كابتن شوبير انا متفائل، اجواء ان شاء الله هتكمل على خير. طبعا يا كابتن شوبير النادي الاهلي هيكون ظهوره بالزي الرسمي للنادي الاهلي وهو الرداء الاحمر، نادي الزمالك هيكون بالرداء او الزي الاسود لنادي الزمالك. الاجواء ان شاء الله مميزه، مباراة ان شاء الله تليق بالنادي الاهلي ونادي الزمالك. اذا اقول لك جمهور النادي الاهلي محضر لدخله ان شاء الله تليق بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يوم يكمل على خير يا كابتن شوبير. عايز اقول لحضرتك ايضا يوم الاهلي غدا ان شاء الله يوم التحضير بقى للمباراه، طبعا هيكون في وجبه افطار في تمام الساعه 11 صباحا، تدريب خفيف في مقر اقامه الفريق هيكون الساعه 12 ونصف، وجبه خفيفه هتكون في تمام الساعه 2، وجبه الغداء في تمام الساعه 5، محاضره مستر مارسيل كولر الاخيره اللي بيعلن من خلالها التشكيله هتكون في تمام الساعه 6:30. بعد انتهاء المحاضره هيكون التحرك الى ملعب محمد بن زايد اللي النهارده بيظهر في ابهى يعني في ابهى مشهد وابهى صوره. وعايز اشكر من خلال حضرتك كابتن شوبير كل القائمين على استاد محمد بن زايد. من بعد مباراه الاهلي عمليه الصيانه تمت، المشهد يليق طبعا بالمسؤولين في نادي الجزيره ومسؤولي مجلس ابو ظبي ودوله الامارات العربيه المتحده. يا رب تكمل على خير يا كابتن شوبير، ونقول مبروك للاهلي، مبروك الاهلي يكون السوبر باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا.